احنا كنا منادي ها احنا كنا منادي عراقي انت عراقي انت تركي انت تركي انت تركي ايوه ولا عراقي انت تركي ها ايوه طيب انت اساس انت عراقي ايوه انت عراقي انتوا قاعد تعملوا شنو في البيت ده خلينا افهمك هاي وزارة التربية السودانية حين البيت ده ما فيه اي تربية ما فيه اي يا اخي البيت ده خديشة يا اخي وزارة التربية التعليم بتعمل شنو يا بيت خلينا افهمك ايوه خلينا افهمك وزارة التربية مع انتوا جيران انتوا جيران انتوا جيران انتوا جيران صح جيران البيت ده وهم في المؤسسة في البيت ده بيصوروكم بالليل صح بيصوروكم بالليل صح بيصوروكم صح طلب يا شاب في كم طالب جوا البيت ده 70 طالب ايوه 70 اكبر واحد عمره كم اكبر واحد 17 17 سنه اكبر واحد البيت ده 17 اهل وين النازل اهل وين النازل من كل السودان هنا من بيعملوا شنو بيعملوا ايه بيعملوا شنو بس هنا يدرسوا دراسه بعد المغرب بعد العشاء ما في دراسه اخي يرجع من المدرسه خليني افهمك يا مدرسه خليني افهمك يا جيرانكم يا جيرانكم حريم بشوف هي اول مره بتشوف دي بيتها دي بيتها هي دي بيتها اول مره بتشوف دي بيتها دي بيتها دي بيتها اول مره انت شفت مش انت ما كنت قاعد كانوا في ناس قاعدين قباك جابوا اولاد لما كبروا مشوا الدون وين ما بعرفوا طيب لما كبروا مشوا على وجه يلا اول مره بتشوفي يلا اجيب يلا اول مره بتشوفي يلا الاولاد ده كل مره بيعملوا حركه انتوا بتعرفوا انتوا الاولاد ده بتعرفوا تودوه وين لا ما تنفع على راس ما في زول اكثر من مره الناس اللي قال الشعبيه انا ما بقبل انا مثلك انا ما بقبل هاي الناس اللي قال الشعبيه اجيب عراقي كافر هاي 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 عراقي ما عندك ادب انا اتكلم معاها شو هاي 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 انت واحد متربي انت واحد عاوز تكسب ده انا حافظ كتاب الله عز وجل حافظ كتاب الله عز وجل ادب يا وسط يا معفي يا وسط 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 يا اخي دارين سوداني من جوا دارين سوداني من جوا دارين سوداني من جوا يا شاب دارين سوداني من جوا هو على المدير يقعد في الاداره شعبين نتكلم معاه لا ما سودان فوق الولد لا انا ما بخش انا ما بخش بيت مشبوش بيت مشبوش بيت مشبوش بيت مشبوش الصحفي بكره بيجوا هنا جري الدار والله حضوا اخذوا الاخبار اليوم والله نشوف البيت ده العربية اللي ما فيها ما فيها لوحات العربية اللي ما فيها لوحات العربية اللي ما فيها لوحات العربية اللي ما فيها لوحات اسمع 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 يا عاني 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 البيت ده بيت اسمه شنو البيت بيت بيت محمد هارون محمد هارون محمد هارون تعال لا محمد هارون ها محمد هارون موقوف السجن محمد هارون الواحد ده هارون الواحد ده هاي هاي اتكلم هاي بيت احمد هارون هاي الناس اللي جرى الشعبيه ما اخذوا اختيارنا نحن عشان ندوا البيت ده للناس المنظمه دي كل يوم عاملين انزعاج عشان هو رئيس حكومه دار يستغلنا الاولاد ده قاعد يجيبوا يكبروا بودوا الثاني بهنا ثاني عندهم بيت بجاي بهنا العمارة طيب طيب الحيده الحيده اسمه شنو 48 دار مصحف افريقيا دار مصحف افريقيا دار قصاد دار مصحف افريقيا دار 48 قصاد دار مصحف افريقيا برج المدينه خلاص خير تسلم باقي له قالوا قران انت قران قران بالليل ما في عشب والله يا اخي الاولاد من كده اللي فوق ممكن عمر كبار اولاد شفت بعاني فوق تلقى ترفع راسك تلقى في دم عايز البيت ده البيت ده كم مره انت شفت هون ها والله مش من الادب وساخات مين اللي كانوا ينفقوا على المقعد ده كم حيوقفوا يعني بعدين انا بعدين صوروا صوروا والله انت الله ينعل على جابتك من بطونه ده انت يا وسخ يا عراقي يا معلمي تقول لي عم تتكلم لا انا للاسف من انت قاعد انت عراقي العلاقه ده اللي بنعرفهم خلاص 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 خشي بس خلاص خلاص السودان كله حالي خلاص 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 يا علي يا انتو الاولاد خافين راح تودوهم للحرب في اليمن او تودوهم على العراق او تودوهم على السعوديه نشوف تشيلوا قروش تحسن قاعد المقطعين في العراق تركيا والعراق مع بلد داعش انتوا بتقرون شنو يا جماعه بتقرون شنو؟ ها؟ هذا من 10 سنه هنا ما ممكن لاقين بيت ثلاثه طابق بتقرون قران هذا الخلايا عندي عينه ها
في بوليس. جيب بوليس بس. جيب بوليس. يا زول انت منو؟ انت شنو؟ انا محمد. محمد منو؟ محمد حمزه. ها؟ محمد حمزه. محمد حمزه يعني شنو يعني؟ في المنظمه دي. منظمه ايه؟ ها؟ لا 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 ما دي دي المره دي دي جارة جارة البيت ده. لا لا الناس اللي عاملهم بالليل والناس البيت ده مشبوه والناس ده شوف وكلام زي ده يا اخي. هاي هاي.